بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين والمستمعين في كل مكان، طبتم وطاب مساءكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم عبر واحدة من حلقات برنامجنا ألو مرحبا، واللي دائما احنا في كل حلقة بنقول احنا دائما في شوق لكل الرسائل ولكل الاتصالات ولكل المحطات الخارجية مع طيور المهاجرة ولكل جالياتنا في الدول العربية والغربية، وفي شوق دائما لانتظار رسائلكم ومهاتفاتكم. اهلا ومرحبا بكم، واتمنى انكم تقضوا معنا أمسية سعيدة. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية، وزي ما ذكرت قبل شوية إنه برنامج ألو مرحبا هو واحد من البرامج اللي بيطرح مساحة لكل السادة المشاهدين وأيضا المستمعين إنهم يقدروا يرسلوا ويهدوا ويبعثوا التحايا لكل أهلهم وأحبابهم وأصدقائهم عبر هذا البرنامج الذي دائما ما يدعو للتواصل والمحبة والوئام. تحية لكل تيم العامل عبر هذا المساء عبر ألو مرحبا اليوم الأربعاء. أهلا ومرحبا بكل الناس المتابعيننا، وأنا في انتظار مكالماتكم وفي انتظار الرسائل على أرقامنا الأسفل الشاشة وأيضا على عبر بثنا المباشر عبر الفيسبوك. أولى محطاتنا وأولى اتصالاتنا مع الأستاذة تبيان الفاتح حسين، ابنة الموسيقار الفاتح الدكتور الفاتح حسين، وهي صانعة الأفلام والتي حازت بجائزة الجائزة الأولى في مهرجان ميلانو للأفلام الوثائقية. الاتصال جاهز، نقول ألو. ألو. عليكم السلام. اهلا يا تبيان، كيف احوالك؟ تمام الحمد لله. الف مبروك للجائزه الاولى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تستاهليها. كيف احوالك؟ والله تمام الحمد لله. الحمد لله، طبعا احساس جميل وما بتوصف كونك انت تفوزي بجائزه زي دي وانت تكوني مجتهده في حاجتك اللي انت عملتيها وتصلي للمستوى ده، فما حاجه سهله. اكيد نعم. نتحدث شويه عن الجائزه ونتحدث شويه عن المنظمه اللي قامت بفعاليات هذا المهرجان، تفضلي. اول حاجه هي المنظمه العامه للحاجه دي هم اسمهم تيل ماي ديزاين، فهم دائما بيعملوا برامج وكده، فالسنه دي كان السنه الثانيه للمهرجان حقهم. حق تيل ماي ديزاين من ضمن البرامج حقتهم كان ورشه عمل او ورشه انه يجمعوا فيها صناع الافلام والديزاينز مع بعض، وهم يعملوا افلام وافلام وثائقيه وافلام في اي جانرا يعني. المهم فانا اشتغلت في الفيلم على الفيلم ده مع مصمم معماري باشمهندس محمد رضوان، وعملنا فيلم عن بورسعيد، مدينه بورسعيد، والورشه دي اصلا كانت لمده 5 شهور، وطبعا كان معانا دايما ناس بيساعدونا من الفيلد اصلا محترفين، نحن يعني نحاول نحسن الفكره كيف يعني. طبعا عايزه اشكر استاذ عمرو رنسا واستاذ كريم شعبان لانهم ساعدونا كثير شديد في الفيلم ده، وطبعا هم اصلا على عملوا فيلم ماي ديزاين فرح واسراء، هم الاثنين اصلا كانوا دائما بيساعدونا كل وقت في الفيلم بتاعنا او في الافلام الثانيه يعني. نعم. بس وطبعا الفيلم حقنا اتعرض في سينما زاويه اللي هو وسط البلد في القاهره، وكان من ضمن الفيلمين اللي هم فازوا انهم حيتعرضوا في ميلانو ايطاليا يعني. نعم جميل. حدثينا عن فكره الفيلم، احداثه كانت بتدور عن شنو؟ الفيلم هو بيتكلم عن بورسعيد، وطبعا بورسعيد معروفه بالثقافه حقتها، واهم حاجه كمان المعمار حقهم والتراث حقهم، فاحنا حبينا ان احنا نبين الحاجه دي في الفيلم اللي هو مدته 5 دقائق. المين كاركتر او زي الشخصيه الرئيسيه في الفيلم حقنا هو استاذ محمد غالي، وهو صانع تمثيليه وآلة التمثيلية. فكنا بنتكلم عن المدينه من خلال وجهه نظره هو، وانه هو كيف اصلا يعني بيحاول يحتفظ على الثقافه دي، وان هو يحاول ان هو يعلم الناس الشباب الصغار على آلة التمثيلية يعني. وده طبعا بيدخل فيه فكره الديزاين ذات نفسها يعني، هو كيف اصلا بيصنع كمان آلة التمثيلية.
وطبعا في الاول بدايه الفيلم عندنا الشاعر محمد عبد القادر، الاستاذ محمد عبد القادر هو شاعر معروف في بورسعيد، بيتكلم كمان عن المدينه وحبه للمدينه يعني. نعم، جميل جميل جدا. اكيد الدكتور الفاتح حسين كان له دور في الحاجه دي كده. كلمينا الناس اللي وقفت معاك، دعمتك، ساندتك، شدت من ازرك وقالت لك ده كده صح وده كده غلط. طبعا أي بابا له دور كبير برضه، لكن ماما برضه دكتوره مها بخيت لا التحيه. هما الاثنين ساعدوني الصراحه. انت شكلك خفتي لو انا قلت لك الدكتوره فاتح حسين ونسيت دكتوره مها، لكن اكيد لها التحيه. لا لا هم الاثنين بجد ساعدوني. لا والتحيه، ربنا يخليهم لك ان شاء الله. نعم ساعدوني يعني، الدعم كان كويس يعني. الحمد لله الحمد لله، ربنا يوفقك ان شاء الله. التصوير، تصوير الفيلم والتوثيق والتفاصيل دي اكيد اخذت منك زمن وكان لها تفاصيله ولها احداثه كده، نخوض شويه كده فيها ورينا التفاصيل اللي حصلت شنو. طبعا احنا مدينة بورسعيد من القاهرة تقريبا كده ساعتين، فعشان كمان انا كنت بشتغل يعني في الجامعة كمعيدة، فالوقت الوحيد اللي بكون فاضي فيه هو الويك اند يعني. وحتى باشمهندس محمد رضوان كان نفس الحكاية، لانه هو عنده شغله وكل حاجة، فكنا الويك اند عشان نمشي نصور الفيلم ده ونخلص كل الحاجات دي. طبعا احنا مشينا هناك زي 3 مرات، يوم كان فيه كان في الشتاء طبعا، وكنا دائما بنحاول نتاكد انه ما في مطر او في مطر، والناس هناك كمان ساعدونا يعني في الفيلم، لكن طبعا شيل الحاجات زي الكاميرا والمعدات حقتها والحاجات دي كلها يعني كانت متعبه شويه، لكن الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نصور الحاجات من غير يعني اي زي مشاكل يعني. الحمد لله. وبرضه الايديتنج نفس الحاجه يعني، كنت بشتغل على الايديتنج يعني فتره طويله جدا يعني، قريبه كم يعني 5 شهور ذاته بشتغل عليه ايديتنج يعني، بكل شيء نحسن الحاجه ونخليها احسن وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. وانت اهو الحمد لله يعني برغم التعب وبرغم المشقه قدرتي انك انت تتحصلي على ثمره تعبك بنيلك الجائزه الاولى، موفقه ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. نشوف سعاده الوزير المفوض الدكتور مها بخيت مدير اداره الملكيه الفكريه بجامعه الدول العربيه. مرحبا بك دكتوره مها. اهلا مرحبا. كيف صحتك؟ الله يخليك. كيف احوالك؟ بخير والف مبروك لتبيان. الله يبارك فيك، شكرا لكم كثير. شكرا. تسلم يا دكتورة مها. وتغطية يعني هذه المواهب الناشئة يعني، شكرا لكم. يديك العافية. تبيان ارتبكت شوية لما قلت لها وقفة الدكتور الفاتح، قالت لي لا ماما كان لها دور. طبعا انت عارفة الأم يعني غلاوتها كثير. أكيد أكيد، احنا طبعا لأنه حافظين وضع الأم بيكون كيف يعني، دايما بتكون واقفة في كل المراحل وفي كل التفاصيل، ده شيء يعني مفرغ منه، فدايما بيكون دور الأب مرات بيكون شوية كده بعيد، عشان كده قلنا دور شنو، فربنا يديكم الصحة والعافية. لكن الأب الجينات طبعا يعني، الأب الجينات الوراثية الفنية الفكرة برضه يعني، برضه دي احنا بننكر دور يعني. نعم. لكنها طبعا بحكم انا وجودي هنا هي عشان معي في القاهره اكثر. أيوة. يعني وانا بحكم الشغل اهو في الجامعه العربيه، وهي طبعا هنا بتدرس ذاتها في الجامعه البريطانيه في مصر ما شاء الله. الاعلام، فبوجودنا هنا انا طبعا تابعت معاه يعني، بكون مهتمه بالسفر لبورسعيد والرجعه، وجيت الساعه كم وتطلع بدري بتتحرك، وزي ما قلت لك كان بيكون في مطر، فبرضه أيوة. يعني وضع كان صعب دي كلها. اي لكن يعني يعني اتحنا لها ووفرنا لها كل الحاجات الممكن عشان تدعم عملها ده يعني، وتمشي وتجتهد يعني، فهي حابه طبعا ده شغلها وتخصصها وكده، فكان بالنسبه لها تجربه برضه جديده، فخاضتها يعني لوحدها كلها الحمد لله. الحمد لله توجد بالجائزه يعني. الحمد لله الحمد لله. دائما الانسان لما يكون بيحب الحاجه اللي هو بيعملها فبيبدع فيها، فبرغم التعب وبرغم المجهود ما بيحس بيه، ليه؟ لانه هو عايز الحاجه دي يعملها، عايز يصل بها لحته ونقطه معينه. قدمت لها شنو من النصح؟ قلت لها شنو؟ دعمتيها بشنو؟ دعمت بنفس كلامك ده، انه الواحد لما يحب الحاجه هو يعملها، والواحد لما يتخصص بيتميز يعني. انا قلت لها دائما احنا بنركز على التخصص يعني، دي كوجهه نظري انا، وك
وكيمكن الديدن بتاع اسرتنا. يعني انت لو لاحظت دكتور الفاتح تخصصه في الجيتار، يعني هو من طفل صنع الجيتار لغايه لما دخل كليه الموسيقى وعمل دكتوراه في الجيتار وبقى عميد كليه الموسيقى. أيوة. فما في التخصص فهو يتميز. انا بنفس الصوره اتخصصت في الملكيه الفكريه وعملت فيها الماجستير والدكتوراه وبقيت ماسكه اداره الملكيه الفكريه. فهي بنفس الصوره مثلا انت بتحبي الاعلام وده شغلك فلازم تتخصصي فيه وتكوني حريصه عليه. نعم. لانه التخصص بيساوي تميز، والتخصص بيساوي انك انت بتبدع في حاجتك اللي بتعملها، بتكون في اقصى استثمار يعني طاقاتك، يعني في اقصى استثمار للطاقه. نعم. فدي كانت النصائح اللي انا بديها لو فعلا يعني الحمد لله يعني هي قدرت يعني تستثمر تتخطى الصعاب الشباب دي بصوره صحيحه. نعم. تتخطى الصعاب يعني الحمد لله. يعني الحمد لله انه توفقت وبجد يعني شكرا لقناه النيل الازرق. يعطيك يعني العافيه الاهتمام. وشوفي احنا يعني ما بنبعد كثير من السودان، بنحاول طول الوقت نجي اجازات، لكن برضو يعني الجيل بتاعنا التبيان وكده لانه هم اكثر حاجه عاشت اكثر في مصر. يعني انا لما اشتغلت هنا تبيان دي عمرها سنه يعني صغيره، فلذلك كوني برضو لقاء زي ده هو بيربطها اكثر، بيخليها برضو انه في اهتمام. نعم يعني يكون في صله يعني بيها يعني. هاي بجد يعني فانا بشكركم يعني. يعني احنا مثلا انا والفاتحه هاي ظهرنا معاكم كثير في النيل الازرق، لكن لتبيان بالنسبه لها فرصه كويسه. شكرا لكم. يديك العافيه. وتبيان تستحق اكثر من كده، تقديرا لمجهودها وتقديرا للتعب اللي هي تعبته وللجائزه اللي هي وصلت لها. فدي ما فرحه تبيان براها، فرحتنا احنا كلنا لما يكون واحد من ابناء الوطن من السودان ينال جائزه زي دي ويصل لمستوى مرموق عبر العالم. فدي ما حاجه سهله، دي احنا بنشوفها فرحتنا كلنا وجائزتنا احنا كلنا. والله كتر خيركم، شكرا لكم. وانا عبركم برضو بشكر المسؤولين في فيلم ماي ديزاين كلهم وكل اللي يعني كانوا برضو المرشدين ليها والمنتورز بتاعينا وتدربوها لانه وصلت للمستوى ده وثقوا فيها يعني في. وان شاء الله يعني ننتظر نتطلع الى ايطاليا في شهر 6 القادم يعني باذن الله. يعني باذن الله الفيلم ان شاء الله باذن الله موفقين يعني. باذن الله والف مبروك معانا ان شاء الله يعني. اكيد اكيد معاكم برضو بالتليفون. اكيد حنكون متواصلين معاكم باذن الله. يديك العافيه دكتور مها مدير اداره الملكيه الفكريه بجامعه الدول العربيه. الف مبروك للدكتور الفاتح حسين، الف مبروك تبيان مره ثانيه على الجائزه، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله يا رب. شكرا. شكرا لك. شكرا لك كثير. الله يخليكي. تسلم يا رب. يعني دي حاجة لا توصف لما يكون واحد من أبناء الوطن السودان الحبيب ينال واحدة من الجوائز العالمية. فده احنا بنشوفه شرف لنا احنا كلنا، بنحس الإحساس انه ما هو البراء نجح في الحاجة دي او فاز بها او حس بمجهوده، وانما كلنا بنحس بالفرحة بنشوف انه الحاجة دي حقتنا احنا بتشبهنا احنا وتعبنا فيها احنا. فمرة تانية الف مبروك للدكتور الفاتح حسين، والف مبروك دكتورة مها، والف مبروك يا تبيان. وان شاء الله احنا حنكون متابعين ومتواصلين من نجاح لنجاح معاك بإذن الله. احنا لسه متواصلين وعدد من الفقرات المختلفة، عندنا فقرة حنطلع نشوفها مع بعض وحنرجع مرة ثانية. مديسي عباس ممثل وزارة الثقافة والإعلام جمهورية السودان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 53. تأتي مشاركة السودان ممثل في وزارة الثقافة والإعلام في معرض القاهرة الدولي للكتاب وفقا لاتفاقية التبادل الثقافي بين جمهورية السودان وجمهورية مصر في معارض الكتابة الدولية. فبحمد الله وتوفيقه مشاركتنا لم تنقطع منذ العام 2015، فقد ظللنا نشارك بصورة مستمرة وبصورة راتبة. وبتأتي مشاركتنا زي ما قلت في إطار مسألة التبادل الأجنحة بين معرض الخرطوم الدولي للكتاب ومعرض القاهرة الدولي للكتاب. وأيضا تعتبر مشاركتنا في الدورة دي هي صك دعوة لاتحادات الناشرين ودور النشر المختلفة للحضور والمشاركة بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته القادمة بإذن الله في الفترة بإذن الله تعالى من 19 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2022 بأرض المعارض ببري. تشارك الوزارة بمجموعة من الإصدارات اللي تابعة لوزارة الثقافة والإعلام الاتحادية.
يعني من على سبيل المثال الحصري مجلة وازا ومجلة الثقافة بعدة أعداد مختلفة، ومجلة الخرطوم، والعودة إلى سنار، وأيضا بصمة الأستاذ البروف الكبير علي شمو، كتاب بعنوان بصمة علي شمو. وفي الحقيقة منذ أن وصلنا يعني قوبلنا باستقبال حار وترحيب حار جدا من الإخوة الهيئة المصرية العامة للكتاب، نمثل في إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعملنا معاملة جميلة جدا. دكتور عبد الله رجل الله، جامعة الضعين. أولا نحن نشكر الإخوة في سفارة السودان القاهرة على إتاحة هذه السانحة بجناح السودان. يعني نحن ممكن مشاركين في هذه الدورة 53 لمعرض الكتاب الدولي بالقاهرة للوقوف على التظاهر الثقافية المعتبرة جدا، وكذلك اقتناء كتب مراجع التي تحتاجها كليات الجامعة المختلفة ذات إصدارات الحديثة. فنفتكر أن المشاركة في مثل هذه المعارض تكسب المؤسسات سواء كان جامعات أو مكتبات أو غيرها العديد من الفوائد، لأن المعرض يحتوي على دور نشر مختلفة من دول عالم مختلفة. سامع وضريح مدير وصاحب دار مصورات النشر. احنا طبعا مشتركين هنا باسم دار مصورات النشر، ويمثل السودان، يمثل الثقافة السودانية، ومشاركين بعدد كبير جدا من الكتب السودانية. رجعنا لكم مرة ثانية، والتحية للزميل العزيز بهاء عيسى اللي قام بنقل فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي دائما ما يحرص السودان على المشاركة في هذا المعرض لإيمانه بهذه الفعالية وتنوع العناوين والمؤلفات المختارة ما بين الأدب والتاريخ والفلسفة، وما بين أيضا العلوم الاجتماعية، وذلك إيمانا منه بالفكر العام ودعم القارئ في اقتناء الكتاب وتشجيع الفئات الشابة على القراءة. لك التحية بهاء على هذه النقلة الجميلة وهذا الطموح الجميل والمشاركة اللي دائما بيبهرنا بها الشعب السوداني وكل الكتاب وكل المؤلفين. لك التحية. نعم، ما زلنا متواصلين واحنا في انتظار مكالماتكم وايضا الرسائل اللي دائما بنحب انه احنا نتابعها معاكم، وارقامنا موجوده اسفل الشاشه واحنا في انتظار كل هذه المكالمات. لكن عندنا عبر التلفون الاستاذ والدكتور عبد الوهاب السيسي. اهلا ومرحبا بك. استاذه ندى، مساء الخير. عفوا، عبر الزوم. مساء الخير عليك استاذه ندى. اهلا يا مرحبا. كل مشاهدين قناه النيل الازرق العريقه. اهلا ومرحبا بك دكتور عبد الوهاب السيسي، استشاري طب وجراحه العيون، وهو ايضا صاحب مبادرات خيريه لعدد من المجالات الطبيه لطب العيون والتعليم الصحي، وايضا عدد من المبادرات الخيريه اللي تعودنا عليها دائما من الدكتور عبد الوهاب. اهلا ومرحبا بك ومساء الخير عليك. مساء الورد ومساء النور ومساء الجمال ومساء كل الأشياء الحلوة لمشاهدين قناة النيل الأزرق العريقة، والتحية لك والتحية لكل أهلا ومرحبا بك. ما بين ألمانيا وتركيا والقاهرة عدد من الترحال المتنوع والمختلف، في النهاية قدرنا نلم فيك في القاهرة. حكاية صعبة شديد صح؟ والله سبحان الله، يعني المنتج أستاذ بدر الدين طبعا اتصل علي، أنا كنت في ألمانيا. نعم. بعد ثلاثة يوم اتصل علي اللي قالني أنا موجود في تركيا. سبحان الله، الليلة يعني مؤتمر، يعني مبارح الكلام ده مؤتمر هنا إن شاء الله باش يكون عندنا مؤتمر في شرم الشيخ في طب وجراحة العيون في مركز الانتصار في الشبكية، فاضطريت أسافر وأجي. حس أنا بالمناسبة هذا اللبس بتاع الشتاء جاي من تركيا بالمناسبة، أنا حس لي ساعة. ربنا يديك الصحة والعافية والحمد لله على السلامة.
نتحدث عن عدد من المبادرات والأعمال الخيرية، والسودان في شوق في انتظارك لواحدة من الزيارات دائما بتجي خاطفة وسريعة كده. يا أستاذ ندى، بصراحة أنا ذاتي مفتقد كل الشعب السوداني، ومفتقد السودان، ومفتقد الأحبة. وكان يعني سبحان الله، يعني لولا الظروف، ظروف كلها اللي مصلحة تصب في مصلحة الشعب السوداني، وهو بما قوم به الآن في تخصص دقيق في الشبكية. ولكن بالرغم من كده، أنه المبادرات اللي تمت في السودان، المبادرات المجتمعية اللي قمنا بها، إعادة الأمن لمتضرري الفيضانات وجائحة كورونا، وشاركنا في توصيل الطلاب الشهادة السودانية، ومجموعة من المبادرات. وإن شاء الله بإذن الله في مبادرة إن شاء الله مش تكون، ما أقدر أقول لك خلال فترة، لكن إن شاء الله خلال شهر شهرين ماشيين نشتغل إن شاء الله على مبادرة الأطفال السرطانات. وندعو المولى عز وجل أن يخفف هذا الوباء اللعين الذي الآن أصيب به مجموعة كبيرة من الأطفال للأسف الشديد داخل السودان. وهؤلاء الأطفال هم من الطبقة الفقيرة، ويعانون معاناة يعني شديدة. وإن شاء الله مش تكون في مبادرة إن شاء الله ماشيين نشتغل عليها، وماشيين نرجع السودان لأرض الوطن، لأرض المحنة، وللشعب السوداني الشعب الطيب والشعب الصابر والشعب البطل، الشعب المغلوب على أمره. نسأل الله إن شاء الله نرجع له، ونشتغل ما نشتغل ونتواصل في المبادرات المجتمعية إن شاء الله بإذن الله. وأكيد إن بعد العسر يسر. عدد من المحطات وعدد من السفريات المختلفة وتجوال لعدد من الدول المختلفة، أكيد بيكون في فهم للحاجة دي، وبيكون في سير أو في مأموريات محددة. فعايزين نعرف التجوال ده كان لأهداف معينة، وحاليا أكيد يعني بتتقلد عدد من المناصب، لكن المنصب الحالي بالنسبة لدكتور عبد الوهاب بالضبط شنو؟ والله يا الحمد لله يا أستاذ ندى، أنا يعني اجتزت الامتحان بتاع الاتحاد الأوروبي في طب وجراحة العيون، والآن بقيت من النافذين في من الأعضاء النافذين، وبقيت الآن أشتغل على حاجة اسمها الكيس كيس برزنتيشن، اللي هو تحضير الحالات الصعبة، وبحيث أنه يستفيد منها كل المرضى الموجودين في السودان، لأنه هذه الحالات نحن نقوم بها في مؤتمرات، ويتم فيها مناقشة علمية، ولتوصل يعني عندنا حالات كثيرة ميؤوس منها في طب وجراحة العيون، زي مثلا تليف العصب البصري، تليف اللي هو اسمه اوبتيك نيرف اتروفي، تليف معروف الآن التليف بتاع العصب البصري ما عنده علاج في العالم، ولكن هنالك مجهودات كبيرة في العالم وضخ قروش كثيرة، بحيث انه يحاولوا بقدر الامكان يصلوا الى نتيجة عن طريق الخلايا الجزئية. ده كله في ان شاء الله في المستقبل، يعني ما في حس علاج ظهر، ولكن دي كلها نحن دراسات نشتغل عليها، وان شاء الله يعني نسأل المولى عز وجل مثل هذه الدراسات العلمية المستقبلية التي يستفيد منها ملايين من الذين فقدوا أبصارهم في السودان وخارج السودان وفي كل الدول العربية والدول الأوروبية والأفريقية. نعم. نسأل الله إنه زي ما ظهر الكورونا وبقت جائحة، وزي ما كانت هنالك الطاعون في عهد الصحابة ووجدوا له علاج، وكذلك الكورونا وجدوا له علاج، فلذلك نحن نؤمن إيمان قاطع لأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكل داء دواء. نعم. يعني هذه إيمانيات نحن الأطباء نؤمن إيمان قوي إن شاء الله أي مرض يظهر له علاج، ولكن إن شاء الله في المستقبل بإذن المولى عز وجل. بإذن الله بإذن الله، يديك العافية إن شاء الله يا رب، ولك التحية، ربنا يوفقك إن شاء الله، وإنه الناس تقدر يعني تتجاوز فترة الكورونا بكل وعي وبكل فهم وبكل إرشاد، لأنها حاجة يعني لو الناس قاعدت وتفكرت والتزمت بالاحترازات وبالبرامج الوقائية بالتأكيد ما في زول حيصاب، وإن شاء الله كل الناس تعدي المرحلة دي بأمن وأمان وسلام. أنا بشكرك كثير. التحية لك.
استاذه ندى، والتحيه للشباب خلف الكواليس بدر الدين ومحمد وكل الذين يعني تواصلوا معي لكي اسهر على قناه النيل الازرق، والتحيه لكل مشاهدي قناه النيل الازرق. وانا سعيد جدا جدا اليوم بصراحه انه انا يعني طليت طله، ان شاء الله تكون طله خفيفه الظل، ما تكون احنا اتكلنا عليكم. لا ابدا والله، اللطيفه شويه كلام كثير. ابدا والله، كنا نتمنى انه الزمن يدينا مساحه عشان نقدر نسترسل معاك في الحديث اكثر، لكن نسبه لضيق الزمن ان شاء الله نلتقي حال تانية. لك جزيل الشكر والتقدير دكتور عبد الوهاب السيسي على هذه الكلمات وعلى هذا المجهود المقدر بإذن الله، لك جزيل الشكر. معاكم وإحنا لسه حنتابع مع بعض، لكن حنطلع فاصل ونرجع مرة تانية. بكم مرة ثانية مشاهدينا ومحبينا عبر ألو مرحبا، وعبر هذه المساحة التي دائما ما نفردها لكل السادة المشاهدين والمستمعين اللي بيتابعونا دائما داخل السودان وخارج السودان، وفي شوق دائما لمراسلاتكم وأيضا للاتصالات. وما عارفة في الكنترول عندنا اتصال ولا نبدأ الرسائل؟ طيب تمام، حنبدأ بالرسائل وفي انتظار اتصالاتكم. أولى رسائلنا لهذا اليوم عبر ألو مرحبا لأسرة محمد الصادق عبد الله هارون بالخرطوم، وأيضا لآل كمال أحمد جبريل بسنار، منهنين بمناسبة زواج ابنهم حيدر وميساء، والتهاني للأستاذة والمربية والفاضلة والجميلة والأنيقة الأستاذة نعمة عبد الرحمن إبراهيم بركات والدة العريس حيدر. بنقول لها ألف مبروك لحيدر، وربنا يتم له على خير إن شاء الله وبيت مال وعيال. والتهاني جياكي من كل الأصدقاء ومن كل البنات ومن كل جيرانك ومن كل أحبابك، محبة صادقة لك ولأسرتك الكريمة من أماني عوض الله، وأيضا إقبال عباس وعابدة الأمين وسماح وسحر وتيسير وأم نور، وأيضا من ندى برضه لك التحية. بنقول لك ألف مبروك وإن شاء الله يا رب ربنا يتم على خير. ومن سلمى الشيخ وسلمى مصطفى وكل الجيران وكل الأحباب بهنوك بمناسبة زواج حيدر، وألف مبروك ربنا يتم على ألف خير. نعم، عدد من الرسائل المختلفة عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. من الجيلي أحمد محمد بيقول مساء الخير، أحيي الوالدة والوالد والزوجة بقرية أربدة من شرق مدني، لك التحية. نعم، عندنا اتصال من المملكة العربية السعودية، نقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة. مساك الله بالخير. اهلا ومرحبا بك ومساء الخير عليك. الله يزيدك ان شاء الله طول عمرك. الله يخليك. اتعرف عليك. الحميم العبيد محمد الامين. اهلا حبابك عشره، كيف احوالك؟ الحمد لله رب العالمين. وكيف اهلنا واخواننا في الجاليه السودانيه في السعوديه؟ والله بخير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، تفضل المساحه عليك. اللهم ارحم موتانا في الثوره المجيدة، ودخلهم فسيح جناتك يا رب العالمين. نعم، الرحمة لكل شهدانا. اتفضل. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يجيبون الصحة والعافية وطول عمركم. نحييكم في النيل الأزرق. لك التحية، اتفضل. من أي منطقة في المملكة؟ في نمرة. وين؟ في نمرة. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بك. وكيف كل الجالية السودانية؟ والله بخير. متواصلين كده وبتتلاقوا مع بعض؟ والله قاعدين نتواصل ونتلاقوا مع بعض على طول. وجيت السودان بتين آخر مرة؟ والله يمكن لي 6 شهور كده. يا سلام، قريب يعني كنت هنا؟ أي قريب. يا سيدي تمام. بتحب ترسل تحاياك وأشواقك لأمنه؟ المساحة لك. والله حي الوالدة العزيزة، وحي الوالد، وحي أخواني كلهم في السودان، وحي قناة النيل الأزرق المجيدة،
احيي الاستاذ حسن عبد الوهاب، واحيي ابو القاسم الطيب، واحيي خالتي العزيزه من الزليفه، وخالتي نهار، نعم، خالتي نضال، خالي مرضي، خالي بكري، وحي عمي عبد الرحيم، وحي أخونا محتز عبد الرحمن، وحي محمد وعبد النور وخالد وكل الأخوان، ولو نسينا حد بلغونا السلام. نعم، ربنا يديك الصحة والعافية وتحياتك توصل لكل أهلك وأحبابك في السودان، يديك العافية إن شاء الله وتجي بالسلامة إن شاء الله يا رب. مرحبا بكم من جديد، والتحية لكل الطيور المهاجرة خارج السودان، بنقول لهم ربنا إن شاء الله يرد غربتكم بالسلامة. دائما بنحب إنه الناس في يعني تكون يعني تجي السودان كل فترة وفترة، الناس ما تبعد المسافة، لأنه في خلال الفترة دي بتحصل حاجات كثيرة، والناس بيحصل لها عدد من المتغيرات المختلفة، فالواحد لازم يكون قريب من أهله وقريب من ناسه، لأنه الدنيا ما معروفة، فدائما الناس دائما تكون مع بعض. ربنا يديكم الصحة والعافية ويرد كل المغتربين إن شاء الله. معنا اتصال ثاني بنقول ألو، السلام عليكم. ألو. ألو. أهلا ومرحب. نعم مرحبا، كيف الحال؟ مرحب بك حبابك. علي ويا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا ومرحب بك علي، كيف أحوالك؟ والله الحمد لله بخير. من وين يا علي؟ في السعودية. من السعودية الرياض. من الرياض. اهلا ومرحبا بك. بالتحديد. يديك العافيه، تفضل يا علي. اهلا وسهلا بقناه النيل، القناه العملاقه، وعبر قناه النيل احيي اهلي بزالنجه، الوالد واولاده، والاخي عبد الرحمن ادم موسى، والاخي صالح سليمان بن يالا، والابن موسى علي ادم موسى بالخرطوم. نعم. وربنا يرد قربة كل طير مهاجر لبلاده، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يا ربي يقدم بلادنا إلى الزهار والطمانينة والسلام، ونتمنى من الله الحاكم العادل يا رب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ليك كم ما جيت السودان يا علي؟ وعبركم أحيي بقناة النيل كلكم فردا فردا فردا. يديك العافية، تحياك توصل. يديك العافية، وأنت منور الشاشة. تسلم. وإن شاء الله الأخوات الأخرى كلها ونجود وكل الإخوة في قناة النيل. يديك العافية وتحياك توصل لكل الزملاء والزميلات. قناة النيل أنا لي فترة طويلة جدا جدا بحاول، التلفون ما بيجي معي، ولكن في إطلالة عبركم يعني حلوة جدا. الحمد لله، الحمد لله إن الشبكة جات معك. إن شاء الله وربنا إن شاء الله السودان تطلع من الأزمة هذه، وإن شاء الله تبقى من أحسن الدول ومقدمة الدول إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله دعواتكم بس. والله الشيء اللي بحثه في السودان ده أقسم بالله ما ألفنا ألم شديد 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 للآخر، بس ما قادرين نعمل شنو، ما بيدينا شيء. أكيد أكيد. ونتمنى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربي بلدنا تتقدم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله، ده كل اللي بنتمناه احنا والله، يعني بعيد عن الاحزاب، بعيد عن السياسه، بعيد عن تفاصيل كثيره، بعيد عن المسميات الحزبيه الموجوده، احنا كلنا بنلتف حول مسمى السودان الوطن الواحد، اللي بنتمنى ان احنا يكون حزبنا حزب السودان، حزب الوطن اللي بنحبه، اللي بنتمنى انه يمشي دائما لازدهار حول النماء والاستقرار، الاوضاع الاقتصاديه، الاوضاع الامنيه، الاوضاع الصحيه، الاوضاع التعليميه، الناس تتفق عليه انها تسعى من اجل انمائه، تسعى من اجل الارتقاء بهذا المستوى، لأنه الشعب السوداني ما بيستحق غير كده. يديك العافية يا علي، وكت شكرا على اتصالك. ها نعم، تحية لكل أخواننا المغتربين خارج السودان اللي دائما هم معانا بارواحهم وبافكارهم، يعني بيحبوا انه السودان يكون دائما في 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 اعالي الدرجات، ويكون دائما في اوضاع اقتصاديه وامنيه مستقره. عندنا اتصال ثاني من الاخ حسن عبد الوهاب. الو، السلام عليكم. السلام عليكم استاذه ندى. عليكم السلام والرحمه. الصحه والاخبار. يديك العافيه ان شاء الله، في نعمه الحمد لله.
الحمد لله. انت كيف احوالك؟ طيب؟ والله تمام الحمد لله. الحمد لله، تفضل. التحية ليك وللتيم العامل ولكل أسرة، لكل أهلك بكسلة، وأسرتي بجزيرة الحطحيسة الصباغة كمان مدينة الحطحية، إخواني وأخواتي، وبور سودان، أبا ذر حسن بحيث رانسيد وزوجته وأبنائه، وكل الأهل ب ترانسيد وحي المطار بور سودان، أبو بكر محمد عبد الحميد، والأخت ابنة أخي آسيا عبد الوهاب عبد الحميد وعبد الرحمن ونعيمة وأسرتها بالعزيبة، وكل من يعرف حسن عبد الوهاب بمدني، وعبد النور الشيخ عبد النور، نعم، و باش مهندس محمد عز الدين، يديك العافية إن شاء الله، علي أنور محجوب، خالد محمود البشرة، وكل الأهل بالخرطوم الأماق، سيد محمد علي محجوب، أخونا عمر محمدين مدينة العشر، والأخ بالصداقة أحمد البشير دكين وزوجتي إحلام أحمد الأمين، نعم، وأختي الغالية صفية عبد الوهاب، وأخي أحمد عبد الوهاب ومحمد عبد الوهاب وأسرته، يديك العافية يا حسن، وكل من يعرف حسن عبد الوهاب بعرفه بمنطقة نمرة والإخواني، نعم، وكل المقيمين بمنطقة نمرة من أبناء الصباغة وبعشر، نعم، لك التحية يا حسن. الليلة ما خليت زول يا حسن، شكلك طولت ما جيت السودان مش؟ والله يا استاذه ندى طولت يعني سنتين وفوق. يا سلام، ان شاء الله رب تجي كده بالسلامه وتشوف كل اهلك وناسك. تحيه لكل ناسك عبر ولايات السودان المختلفه، ان شاء الله تجي بالسلامه وتنور ويشوفوك وتشوفهم. يديك العافيه ان شاء الله يا رب، ربنا يرد غربتك ان شاء الله بالسلامه. نعم، دي روح الشعب السوداني أينما كان، دايما هو بشوق لأهله ولناسه، حتى للجيران، ناس الحلة، أهله القريبين وأهله البعيدين، كل معارفه بيحاول دايما أنه يصل كل الناس. أنا متأكدة زي حسن ده كثير، يعني قدر ما حاول أنه يبعد تحاياه لكل الناس الذكر أسمائهم، أنا متأكدة حيكون في ناس ما قدر يتحصل أنه يسأل منهم أو يذكر أسماؤهم، لكن إن شاء الله ربنا يجيبك بالسلامة ويرد غربتك أنت وكل الطيور المهاجرة. إحنا لسه متواصلين وفي انتظار عدد من الاتصالات ومعانا مكالمة أيضا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام والرحمة، أهلا ومرحبا بك أستاذ. كيف إن شاء الله؟ خير الحمد لله، في نعمة. كيف أنت أحوالك؟ تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كيف يا عبد الرحيم؟ إن شاء الله طيب بخير الحمد لله رب العالمين. الليلة يبدو انه الحظ معاكم يا ناس السعودية. والله انا بحاول كثير ليكم فترة طويلة بحاول. الليلة ما شاء الله اتصالاتنا الثلاث ارباع من السعودية. اتفضل المساحة لك. تحية لكم وتحية للأهل في منطقة الجمهورية السلمانية قط. ايوه سامعينك. ايوه حي اهلي كلهم برضو، عمامي وعماتي في الامارات، نعم، اصحابي في الجزيره المناقل، نعم، وشاكر لكم كثير ان شاء الله. يديك العافيه ان شاء الله. شكرا لك يا عبد الرحيم، وتحياك توصل لكل اهلك واحبابك. يديك العافيه يا رب. نعم مشاهدينا ومستمعينا لسه متواصلين معاكم، وزي ما قلت عدد من الاتصالات وايضا الرسائل المختلفه اللي احنا دائما بنتشوق لانه احنا نقراها، وايضا نستمع لكل الناس اللي بيتصلوا، كل الناس الحابه انها تتواصل عبر ارو. مرحبا. نعم معنا آخر مكالمة. ألو
الو السلام عليكم. عليك السلام استاذه ندى. اهلا يا مرحب. كيف حالك؟ يديك العافيه الحمد لله، انت كيف حالك؟ الحمد لله والله منور يا اخي، فقدناك الاسبوع الفات. الله يخليك، النور نورك، تسلم كثير يا احمد. ربنا يديكم العافيه. ما تفقد عزيز ان شاء الله يا رب. الله يخليك، وانت كمان ان شاء الله دائما في امان وصحه. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. عام جديد عليكم، شهر جديد عليكم، ان شاء الله بالرفاء والحياة جميلة إن شاء الله يا رب، لينا وليكم يا رب العالمين. الله يخليك، الله يديك العافية، وأهلك برضو ما تكسل برضو، يعني يديك العافية منهم برضو، دي غربتنا واحد. نعم دي غربة محلية. الله يحفظك، الله يحفظك، الله إن شاء الله برضو. إن شاء الله ويحفظ الجميع ويرد غربتكم أنتم بالسلامة إن شاء الله. آمين آمين. التحية لأيام برضو الظاهر، برضو في مشوار الجميل الإعلام الجميل اللي بيعكس حضارة السودان، اللي بيعكس يعني مناظر وأجواء السودان الجميلة وإنسان السودان الجميل بكل أطيافه. نعم تحية لكل الزملاء. اللهم أمين. نعم ربنا يوفقهم إن شاء الله في مسيرتهم الإعلامية. البوني والمخرج والمنتج وكل الناس الشغالين على هذه الغناء العريقة، الغناء الجميلة بأطيافه. يديك العافية يا أحمد، وشكرا على الكلام الطيب والكلام الجميل، ونتمنى يعني كده إنه اللهم أمين. وإذا رحي يا أخو الأخو الجميل الهدي عبد الله يا أخي، هنا بيت أبوك وأسرته، وربنا يديه العافية الهدي عبد الله الأخو الجميل، إن شاء الله ربنا يخلي له عبد الله عبود الصغير إن شاء الله. وتحية لهذي كلهم بغري شلال خوالده رشيد محمد عمر وأولاده، وعمر محمد عمر والوالدة فاطمة سعيد والوالد محمد عمر السيد وخيلاني كلهم بدون فرق. وبتحمل السلامة لخالي الجميل يسع الوير علي سعيد، وبتمنى له حياة جميلة لمستقبل الساعي له. والتحية برضو لخالتي سمية، يعني ألف حمد الله على السلامة وما تشوف شر. والتحية لأمال الأخت الجميلة أمال النمين، أم الجميل حمادة وشاذلي. وأنا بحيها من هنا يعني، وبحي برضو الجميلة فاتنة الصغنونة، إن شاء الله ربنا يحفظها لعبد الكريم أحمد إن شاء الله يا رب، والأسرة الكريمة بغري شلال خوالدة وكل الأهل. ربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله، ويرد غربتك بالسلامة، وتحياتك توصل لكل أهلك وأحبابك. شكرا لك على الكلام الجميل، وشكرا لك على الدعوات الصادقة من القلب لكل الناس اللي أنت يعني ذكرتهم، ولكل التيم العامل عبر شاشة قناة النيل الأزرق، واللي دائما إحنا بنسعى بإرضاء كل السادة المشاهدين والمستمعين بتقديم ما هو أجمل، وبتقديم ما هو أفضل، وبتقديم ما هو مفيد لكل السادة المشاهدين وأيضا المستمعين. شكرا لك يا أحمد. معانا برضو الأخ أبو عمر. أبو عمر بيقول مساء النور عليكم، مساء الخير عليك. نعم من أبو عبد الوهاب، قال بنحييكم كلكم كل العاملين في قناة النيل الأزرق، ونهدي لكم اللحن القادم ولكل الناس اللي بيتابعوا والمشاهدين والابتسامة الحلوة. تديك العافية إن شاء الله، وأنا دائما ابتسامتي وفرحتي بكم ومعاكم وبمتابعتكم وبإطلالتكم. يديك العافية يا رب. نعم عدد كبير من الرسائل والمتنوعة من كل أصدقاء البرنامج عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. من مضوي مبروك بيقول أحلى ناس ومسا الورد والياسمين، مسا الخير عليك. نعم عدد أيضا متنوع ومختلف من الرسائل بيقول سمو قال مسا الخير على كل الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا عبر قناة النيل الأزرق. برسل تحياتي لكل التيم العامل في قناة النيل الأزرق وبرنامج ألو مرحبا. نعم وعندنا برضو رسالة من كل التيم العامل عبر
برنامج ألو مرحبا بيهنوا كل طلاب ولاية السودان المختلفة بنتيجة امتحانات نصف السنة، وبنقول لهم ألف مبروك لكل بناتنا وأولادنا على هذا النجاح، وإجازة سعيدة إن شاء الله يا رب. نعم مشاهدينا، كنت أتمنى أن المساحة تمتد وتطول عشان أقدر أقرأ كل الرسائل الموجودة، وأيضا أتلقى عدد من المكالمات الهاتفية من كل الطيور المهاجرة وأيضا من أبنائنا داخل السودان، لكن نسبة لضيق الزمن أتمنى أن ألتقيكم الأسبوع المقبل بإذن الله عبر مساحات مختلفة ومتنوعة ومحطات أيضا مختلفة ومتنوعة. حتى جديد اللقاء، أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء. صورتك
السفر اللي احنا فيها شغل يا وديها صورتك الخيبه